مش بس كلام. سيد أسامة. نعم سيد أسامة معنا الآن. لا منير شادي معك. أهلا وسهلا بك سيد منير. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد منير. حدثنا عن آخر التطورات، إن شاء الله تكون أخبار طبعا مفرحة كما كانت آخر الخبر الذي قبل. والله بالنسبة للأوضاع الأمنية مش ثابتة في جهات المشنانها، يعني مرة تكون كويسة ومرة على حسب الوقت. سيد أسامة كيف تم تسهيل دخولكم للعائلات اللي في مناطق النزاع؟ بالنسبة للدخول كان الوضع كويس، معناها تعاونوا معنا جماعة رجال الأمن والبوابات الموجودة في نعم. طريق ومشوا قدامنا السيارات ورانا السيارات، ما خلوناش بروحنا من بارك الله فيهم. يعني وصلتوا كل وسائل الإعاشة لهؤلاء الناس؟ إن شاء الله نقدر نقول وفينا هيك شوية لحد ما مش كامل. أنت قلت ممكن في بعض المناطق الأمن غير صحيح ومتدهور، يا ريت تعطينا المناطق لأخذ الحيطة والحذر من بعض السكان العارقين في مناطق الاشتباكات. ما مش واضحة بالضبط وين، لكن جهة منطقة خلت الفرجان. خلت الفرجان. جهة طريق النهر قاعدة مش واضحة، يعني ما قدرناش احنا شخصيا ما قدرناش نوصلها. يعني حاليا بما انك انت حاليا في جهاز الاسعاف والطوارئ، ممكن الناس تسمع فيك حاليا، انت تنصحهم انهم ما يطلعوش من بيوتهم في هذه الفترة؟ الافضل يكون هيك، وما ينعكسش في فوق السطوح اللي اغلب الناس يتفرجوا من فوق السطوح من قناة الانفجارات وال نعم. يعني في الدور الأرضي مدني أحسن. شكرا لك سيدنا الفاضل منير. منير سيد منير تحياتي لك.